قال تعالى مولانا الحجازي ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ليقضوا تفثهم، تفث ما هو؟ حلق الشاري خلاص، بعد ما بيتحللوا بعد بيعملوا الحدثين. يعني معناته يقضوا تفثهم، يعني يقضوا مناسكهم، قص الاظافر وحلق الشعر. لا تفث ما هو مقصد؟ هو دي التفث، حلق الاشياء. لا المقصود فيه يعني الواجبات. ايوه بعد لماذا يعني الله اختار جل في علا التفث؟ كلمه جامع للكلمات دي كلها، سبحان الله، جامع لقص الاظافر. اشوف الناس ما يستعملونها حاليا في كلامهم. ايه من الكلمات غير المستعملة. السلام عليكم. سلام. غريبة. من غريب وعليك السلام. القرآن. إيه نعم. الكلمات. من غريب القرآن ها؟ أيوة. وألفت فيها كتب كلمة غريب القرآن. مين أشرهم؟ كثير يعني، والله نسيت. أنا كان عندي الكتب ابن الأثير. الله. ابن الأثير في غريب الحديث، والحافظ اسمه ده ألف في كتاب غريب، أبو القاسم. أيوة. العبيد بن سلام، أبو عبيد القاسم بن سلام، أبو عبيد القاسم بن سلام، أبو القاسم عبيد بن سلام، وله كتاب في الأموال، كتاب في أصول اللغة. هي مرة واحدة استعملت بالقرآن تفث؟ لا واحدة. سبحان الله، حياك يا سيدي، شكرا.